إذا ذكرت المدارس والتاريخ في محافظة اللاذقية ذكرت ثانوية الشهيد جول جمال، فهي إحدى أهم العلامات الفارقة في تاريخ المدينة وخصوصاً في مجال التربية والتعليم. هي عنوان واسم علم لا يجهله إنسان، حيث لعبت دوراً كبيراً على مدى نحو 90 عاماً في رفض العالم بكوادر على مختلف الصعد تفخر بها سوريا. فها هم خريجوها يقومون بأدوارهم في بناء الإنسان والوطن. درسوا فيها سنوات تعليمهم الأولى وتدرجوا بمناصبهم حتى إدارتها. بالنسبة لي أنا شخصياً كنت طالب ومدرس وإداري كمعاون مدير، أخيراً مدير ثانوية جول جمال لمدة 7 سنوات. السنين اللي قضيتها بالمدرسة كتير كانت مميزة ومختلفة. كان في احترام للمدرس، للإدارة، لحجر المدرسة. كنا نحترم، يعني ما نقرب على الشيء يضر بالمدرسة أبدا. احترام مدرسين، احترام مع الطلاب، ولو أنه كان عندنا شوية حركات بس ما مثل الموجودة حاليا. بوشر ببناء ثانوية جول جمال عام 1924 بعد دخول الاحتلال الفرنسي لمدينة اللاذقية في 6 تشرين عام 1918، محاولين تأسيس إدارة محلية بها، فقاموا ببناء مجموعة من المباني والمشيدات في المدينة والريف. ولكن فيما يخص الجانب التعليمي، كان الفرنسيون على أشد الحرص على تشييد منافع عامة للناس، فكان الحاكم الفرنسي أرنست شوفلر على دراية ببعض القضايا الوقفية في المدينة، فطرح أو بالأحرى فرض أن يتم بناء مشفى ومدرسة من أوقاف جامع السلطان إبراهيم في مدينة جبلة. فهي كانت البداية الأولى من أرنست شوفلر ليبني المدرسة. بدأ العمل في بناء المدرسة منذ عام 1924، كانت مؤلفة من طابق واحد، وكان لها مدير عربي ومدير فرنسي. المدير العربي هو الأستاذ المرحوم مصطفى الزين، بينما المدير الفرنسي هو فيليكس لانو. ما يميز المدرسة في تصميمها المعماري أنها كانت مبنى مستطيل الشكل بطول 100 متر تقريبا، لها وجيبتان أمامية ووجيبة خلفية. الوجيبة الخلفية هي كانت الباحة، ووجيبتان جانبيتان. عرض البناء هو 14 متر، ويصل ارتفاع المدرسة إلى نحو 4 أمتار. كان اسمها في البداية ثانوية البنين، وقبلها ثانوية التجهيز، والتي أنشئ على غرارها ثانوية جودة الهاشمي في دمشق بالاسم ذاته بداية في وقت متقارب. في عام 1956 حملت اسم الشهيد البطل جول جمال تخليداً له في ذاكرة الأجيال، وهو ملازم أول بحار ضرب بتوربيده البارجة الفرنسية جان بارد عام 1956 خلال العدوان الثلاثي على مصر، بعملية أدت إلى استشهاده وغرق البارجة، وعلى متنها 88 ضابطاً و255 جندياً بحرياً، مؤكداً بذلك وحدة المصير العربي. عام 1923 وفي أيام الانتداب الفرنسي بدأ بناء هذه المدرسة في موقع يقع خارج المدينة، أما الآن فالثانوية هي في قلب المدينة مع مرور الزمن.
عام 1924 انتهى البناء منها، وتسمى المنطقة التي تقوم هذه الثانوية العظيمة فيها المقبرة الكبيرة. المقبرة الكبيرة إذ كانت بمثابة مقبرة لأبناء مدينة اللاذقية للأموات منهم، حيث كانت المدينة تقع إلى الجنوب الغربي من المدينة المتوسعة الممتدة صوب جهات الثلاث حاليا. الدليل على ذلك الأضرحة المتبقي فيما حولها وفي ساحة الشيخ ظاهر، ومنها ضريح الشيخ محمد العنان والشيخ البكري والشيخ محمد العجمي وآخرين. في عام 1947 بني الطابق الثاني للثانوية، فأصبحت مشهدا من المشاهد العمرانية النادرة وفق نمط معماري مألوف في الساحل السوري، وقد أحضرت حجارتها من مقالع الشاطئ في اللاذقية، وهي حجارة وردية اللون جميلة الشكل مقاومة لعوامل الطبيعة والعوامل التي تؤثر عادة في مواد البناء. ما هي مواد البناء التي استخدمت في الطابق الأرضي؟ المواد البناء هي المستخدمة في المدارس التي سبقتها الحجر الرملي والكلس. مساحة البناء هي نحو 1160 مترا مربعا تقريبا. عدد أضيف فيما بعد في مرحلة لاحقة، وخصوصا بعد دخول الإسمنت أو البيتون إلى الساحل، أضيف لها طابق آخر أيضا على مراحل، بنيت غرفتان في الجهة الشرقية وغرفة في الجهة الغربية لسكن المديرين، وبعد عدة سنوات تم وصل الطابق الثاني. ما هي الهيكلية الإنشائية للسقف البيتوني للمدرسة؟ هو عبارة عن مجموعة من الجسور المعدنية بمقطع آي، طول الجسر نحو 4 أو 6 إلى 6 أمتار حسب كبر وصغر الغرفة، وارتفاعه نحو 15 سنتي، مقطعه نحو 12 ملليمتر، وهو مشابه للجوائز الموجودة في مدرسة بوقة الزراعية. لكن ما الذي حدث فيما بعد؟ تم إزالة السقف البيتوني من هذا وصب سقف بيتوني بديل عنه باستخدام القضبان التسطيح المعهودة. غلب على المناهج المتبعة في التدريس في تلك الفترة اللغة الفرنسية بحكم وجود سلطة الانتداب التي حاولت فرنسة كل شيء ووسمه بما يخصها على غرار ما فعله الاحتلال العثماني عبر سياسة التتريك سابقا. كانت لهذه الثانوية إدارتان، الإدارة الرئيسية هي من شخصيات فرنسي ومن أفراد فرنسي جنسي، وإدارة الأخرى إدارة العربية. لكن عموما أنا أذكر من خلال المطالعات والقراءات ومن خلال المرويات الشفوية أن من الوسائل الفرنسي تطبيق سياسة الفرنسي على غرار سياسة التتريك والتعليم الأجيال فقط للحديث بلغة واحدة هي اللغة الفرنسية. ومن المنطلق هذا، من هذا المنطلق حقيقة، كان يشيع ما في تلك الأوان ما يسمونه السينال، أي الإشارة. هذه الإشارة كان بمثابة علامة تعطى للشخص على أنه شخص مفارق وعلى أنه يستحق الملامة والعتاب، ولا أنه لم يكن سديد الرأي ولم يكن سديد. لمن كانت تعطى هذه الإشارة أو هذه العلامة؟ للطالب العربي إذا لفظ لفظة عربية واحدة، عندها يعاقبه المعلم ويصبح بين رفاقه ينظر إليه نظرة على أنه من الطلاب غير المجدين أو من الطلاب الكسالى. هذه إحدى الطرائق، وكانت هذه الإشارة تنام معه حتى الصباح ويبقى حاملا إياها
في أثناء الفرص وفي كل إلى أن تنتهي مدة العقوبة التي يفرضها المعلم اللغة الفرنسية لأسباب ذكرناها للتو. ضمت ثانوية جول جمال 35 شعبة صفية وأربع أجنحة بالمبنى الأساسي للثانوية، أما الملحق فضم جناحين بعدد طلاب إجمالي يعادل 1400 طالب من الصف السابع حتى الثالث الثانوي. بالإضافة لمباني الإدارة في مدير ثانوية، معاونين فقط، معاون لشؤون الطلاب، معاون لشؤون المدرسين، وطبعا كل جناح له موجه خاص فيه مع عدد الشعب وطلابه ومشاكله كله، بالإضافة إلى المخبر، أمانة السر، المكتبة، صالة رياضة، ساحة كبيرة للطلاب. النقطة الثانية أنه الطلاب كانت تدخل من ساحة المدرسة، ما يدخلوا بمبنى المدرسين أو المبنى الإداري للمدرسة، يعني كله كان منفصل هذا عن بعض. أما عن الملحق الذي أضيف في وقت لاحق مع مجموعة من الغرف فتم الاستدلال عليه من خلال الصور والمخططات، كما أشار المختصون بالناحية المعمارية إلى ذلك. بالنسبة للملحق بالمدرسة ومجموعة من الغرف، أرجح من خلال ما اطلعت عليه من المخططات العقارية أو ما يسمى اصطلاحا الكاداستر من مديرية المصالح العقارية، أن أحد المخططات أو البلانات يوجد عليه مسقط المدرسة في الموقع العام ولا يوجد أي إشارة تدل على وجود الملحق. إذن الدليل القاطع على أن الملحق بني في فترة لاحقة أنه لم يوثق في مديرية المصالح العقارية، علما أن الذين كانوا يعملون في التوثيق العقاري مشهود لهم بالأمانة مثل المهندس غانم جرجس غانم وميخائيل طربي، كانت معظم المخططات تكتب باللغة الفرنسية وبأجهزة مساحة دقيقة جدا. لو كانت هذه الملحقات موجودة في فترة بناء المدرسة لكانت لوحظت على المخطط، وبالتالي هي من فترة لاحقة. والدليل على ذلك أيضا هي نوعية المواد البناء، أحيانا في بعض الغرف كان فيها بلوك اسمنتي، لم يكن يستخدم البلوك في هذاك العصر قولا واحدا. بالنسبة لموضوع الترميم الذي حصل مؤخرا، من أهم إيجابيات الترميم استخدام المواد التقليدية في الترميم كما كانت في السابق استخدام الكلس، أو وأيضا من الناحية الإنشائية تم تدعيم السقف بما يسمى الألياف الكربونية، وهي عبارة عن رقائق وهي نحو بين عامي 2008 و2011، وكان عملا إيجابيا وعملا جيدا يشهد له لمن قام به بتنفيذه، بأنهم من ذوي الخبرة والكفاءة الجيدة تحفر مقاسات محددة لهذه الرقائق وتعالج بمادة الإيبوكسي، وهو ما يسمح بفترة زمنية أطول للسقف ويجنبه عوامل الاحتراق أو التلف أو التعشيش، وهي الأمراض التي يعانيها البيتون في الساحل السوري وخاصة موضوع الرطوبة. ضمت ثانوية جول جمال طلابا من كل أرجاء مدينة اللاذقية وريفها.